شكرا السيد الرئيس السيد الوزير، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التجهيز الطرقي فإن بعض الطرق لا تزال في وضعية لا تستجيب لمتطلبات ومعايير السلامة، فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية؟ شكرا. شكرا سيد نائب، تفضلوا سيد الوزير، مشكورين. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم، وتنشكركم على طرح هذا السؤال اللي عنده أهمية قصوى، واللي بغيت نقول لكم بأن احنا في إطار الميزانية ديال هذه السنة فرفعنا من النسبة ديال وصلنا 46% ديال الميزانية ديال الطرق كلها غتمشي للصيانة، وكذلك درنا برنامج اللي تهدف أساسا إلى الرفع من مستوى ديال هاد الطرق، لأن عندنا اليوم 62% ديال الطرق اللي هي في مستوى لا بأس به أو حسن وجدا، وبغينا أننا نوصلوا لهاد النسبة 67% كمرحلة أولى، وبالتالي فهنالك برنامج خاص في هذا الإطار، وركزنا على النقاط اللي هي تتشكل عدة مشاكل خصوصا بعض المقاطع الطرقية اللي هي مميتة، وعطيناها الأولوية زيادة على اللي هي الطرق التي تدورت كثيرا. شكرا. شكرا سيد الوزير. سيد نائب محترم تعقيب. شكرا سيد الوزير، نحن نتمم المجهودات الجبارة اللي تقوم بها في هذا القطاع، ولكن لتذكير السيد الوزير هنالك مجموعة من الاتفاقيات التي تمت ما بين الجهات ووزارة التجهيز والجماعات الترابية. مع كامل الأسف هذه الاتفاقيات لم تفعل السيد الوزير، إذا خصكم تفكروا في الطريقة باش يمكن لكم تفعلوا هذه الاتفاقيات في أقرب الأجال. ثانيا السيد الوزير، فيما يخص إقليم سخيرات تمارة، هنالك مجموعة من الطرق التي لم يتم إصلاحها، وسأعطي على سبيل المثال هناك طريق ما بين مركز سيدي حياة الزهير في اتجاه سيدي بطاش على طريق الربعة، والآن هي في حاجة إلى إصلاح مستعجل. السيد